أهلا وسهلا بكم. أدى أعضاء مجلس الشورى اليوم القسم أمام خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى التي ينضم فيها عضوات المجلس، فيما أكد الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته للأعضاء أن يعني مكانهم في المجلس ليس تشريفا وإنما هو تكليف لهم للقيام بمهامهم وأعمال الدولة والمواطن. لمناقشة هذا الموضوع يسرني أرحب بضيفي في استدياتنا هنا الدكتور فهد بن جمعة، والذي عين كآخر عضو منضم قبل القسم ربما بيوم وبيومين. أول شيء مبروك دكتور فهد. الله يبارك لك. تعيينك غريب وسريع ولكنه أسعدنا كثيرا. الله يسلمك. نتمنى لك التوفيق. أيضا معي من جدة السيدة الأستاذة آسيا آل الشيخ، وهي إحدى المستشارات السابقات في المجلس، ونحتاج إلى يعني رأيها في اليوم، وأيضا نستشرف المستقبل سويا. كما أرحب عبر السكايب بصاحبة الإنجازات الكثيرة والدكتورة اللي تشرف فيها الدكتورة سلوى الهزاع عضو مجلس الشورى عبر السكايب، أهلا وسهلا بها. دكتور فهد أبدأ معك مفروض السيدات بس ما نقد في الاستوديو حتى الأمور التقنية تكون ضابطة هناك. أولا ماذا يعني لك هذا التعيين، وفي نفس الوقت تعليقك على كلمة خادم الحرمين الشريفين، تحدث عن نقاط كثيرة وواضحة ومسج لكم. أولا صراحة ما أحد يعرف الحدث حتى يعيشه. طبعا هذه ثقة ملكية في من خادم الحرمين الشريفين تشرف فيها، وإحنا مديونين لهذا البلد. البلد هذا قدم لنا الكثير وله فضل كبير علينا. الآن حان الوقت أن إحنا نقدم شيء بسيط، لو بسيط، من هذا الفضل الرجعة لخدمة الوطن والمواطنين. فبالنسبة لي حافز مشجع على أني أعمل بكل كفاءة وبكل قدراتي من أجل خدمة هذا الوطن وهذا الشعب الكريم. نعم دكتورة سلوى، أهلا وسهلا بك. اليوم بدأت الخطوة الأولى وأداء القسم، وكانت الرسائل لكم الحقيقة واضحة من الملك، ومن استمع لكلمة خادم الحرمين الشريفين يعني قال لا عذر لكم، أنتم تمتعون بنفس الصلاحيات، حضوركم ليس شكليا، الآمال يعني معلقة عليكم. كيف شفتي هذه الكلمة وكيف كان شعورك وأنت تؤدين القسم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لو سمحت لي بس نيابة عن جميع عضوات مجلس الشورى نشكر خادم الحرمين الشريفين في منحنا صلاحيات المشاركة مع أخواننا رجال النهوض بمسؤوليات الوطن ومواجهة التحديات. طبعا وجودنا اليوم في أداء القسم وبكل أمانة كان له رهبة. السبب أنه خادم الحرمين الشريفين يعني صنع التاريخ اليوم، صنع التاريخ للمملكة العربية السعودية بانضمام 30 سيدة سعودية نمثل 20% مع أخواننا الرجال. فطبعا وجودنا لأداء القسم أنا أعتقد أنه تقليص، وأعتقد أنه حاجة تشرف المملكة العربية السعودية وتشرف ما تقوم به المرأة العربية السعودية. نعم سأعود لك دكتورة سلوى حتى بس نسأل عن بعض النقاط. دكتور ممكن أضيف شيء؟ نعم. صراحة اليوم لما أنظر إلى النساء خواتنا مشاركين معنا فخر، تفتخر كسعودي. يعني صراحة هذا معنا اليوم صنعنا تاريخ. نعم. في إعطاء الفرصة للمرأة أن تشارك مع أخوانها الرجال، وهذا الشيء أنا أفتخر فيه وأعتقد كل سعودي المفروض يفتخر فيه. نعم دكتور، أنت يعني دائم صوت وطني في منبرنا في منابر أخرى، إن شاء الله يظل هذا الصوت على بنفس اللياقة حتى بعد انضمامك المجلس. ما الذي يحتاجه يعني كمراقب، ما الذي يحتاجه المجلس في الفترة المقبلة، وما الذي تحتاجه الدولة من المجلس، ما الذي يحتاجه المواطن من المجلس؟ أنا كمحلل اقتصادي وليس ممثل مجلس الشورى، كلمة الملك اليوم أطال الله في عمره هو قالها، أنتم مكلفين لخدمة هذا الوطن والشعب السعودي. فمعنى هذا أن إحنا نحاول دائما نتلافى الأخطاء، نتلافى الإخفاقات،
نحاول أن نبذل أقصى جهد ممكن لخدمة المواطن وتقديم. إحنا لا نتوقع دائما، إحنا طبعا طموحاتنا عالية ونتوقع الكثير، لكن لو حاولنا ومشينا على الطريق وأنجزنا نسبة معينة، أنا أعتقد أنه يعتبر إنجاز، ومع الوقت ومع الزمن سوف تزداد هذه الإنجازات، وسوف يكون هناك أكثر شفافية، والتركيز على الأولويات وعلى القضايا اللي تؤرق هذا المجتمع والاقتصاد. أنا أعتقد أن اتجاه مجلس الشورى سوف يتجه ويركز على هذه النقاط بالتحديد. نعم دكتورة سلوى، يعني من أول ما طلع خبر تعيينكم واليوم القسم، صفي لي كيف الجو العام؟ هل تشعرين بأن مثلا هناك منغصات؟ هل يعني وصل اليوم رسالة للعضوات بعد كلمة الملك بأن هذا المسج وهذا النوعية الخطاب أخمدت كثير مثلا من التكهنات أو التساؤلات أو الشعور بأن بيئة العمل صعبة؟ والله أولا يعني لازم نعرف أنه جميع العضوات اللي يعني اخترنا احنا من قطاعات مختلفة، صح ولا لا؟ نعم. ومن قطاعات مختلفة من عدة ثقافات، جميع النساء الذي اخترنا كلنا أساسا في مواقع قيادية في مجال عملنا، فوجودنا اليوم لتأدية القسم هو يعني أصبح تأكيدا واضح على جدية القيادة الحكيمة في تعزيز دورنا ومكانتنا في المجتمع. كلمتين قالها خادم الحرمين الشريفين وطلبت تمهل، فهذه كانت حاجة جدا يعني كان لها معنى كبير في أنفسنا. فنعم النساء كما ذكرت المختارات، لسنا نساء صغار السن، لسنا نساء مبتدئات، كلنا نساء ذو خبرة عملية، ذو خبرة وظيفية، ونعتقد أنه جميعنا من 30 نساء كلنا ذو فطنة. وشيئا آخر ذكروا قال أنه هذا تكليف وليس تشريف، وفعلا أنا أعتبر هذا تكليف، وأتمنى أنه ليس فقط النساء بل النساء والرجال إن شاء الله قادرين على القيام بهذه المسؤولية، لأن أعتبرها مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة على أعتاقنا إن شاء الله، لنستطيع أن نقوم بواجباتنا تجاه هذا الوطن الذي أعطانا الكثير. نعم دكتورة سلوى، أنت وكل العضوات سيدات سعوديات مشرفات، ونحن قلنا ذلك في الماضي ونقول الآن، ونعتز ب يعني حتى أعمالكم وإنجازاتكم، ودائما نسعد بكم. أنا أشكرك دكتورة سلوى، هذه آخر مرة سنحتفي في العضوات، المرات الجاية خلاص حنبدأ مشروع الانتقادات ويعني تقييم عملكم داخل أو تحت قبة المجلس. شكرا لك دكتورة سلوى. شكرا، أشكر لكم. نعم. هذه الفرصة. نعم شكرا لك دكتور فهد. أيضا ودي أسألك سؤال أخير، أنت متابع للمجلس، في الأوساط تتحدث التي تراقب المجلس منذ أنه الأعضاء المعينين حالي والعضوات من الأسماء الجيدة يعني على مستوى العمل، يعني هل أنت متفائل؟ هل ممكن يقدمون جديد؟ هل المشكلة أيضا في أداء الأعضاء ولا أساس النظام المجلس لا يتيح يعني حرية الحركة؟ لا أبدا، هم صحيح على مستوى من الكفاءة والتعليم، وأيضا اختيارهم يعني يمثلون يعني فئات مختلفة من مناطق ومن فئات المجتمع السعودي، فهي يعني صراحة تنويعة مختارة بكل عناية، فليس كما يعتقد الأشخاص أنه بس تعيين شخص، لا اليوم أنا يعني اللي أنا شفت يعني أن الأشخاص من ثقافات مختلفة ومن يعني مصادر مناطق مختلفة ومن يعني مصادر تعليمية مختلفة، فأنا أعتقد أن هذا يخلق نوع من عندما تطرح قضية تكون الآراء فيها اختلاف، لأن اختلاف الآراء هو اللي يصنع القرار السليم، فأنا أتوقع أن هذا
النوعية من أو التنويع من أعضاء مجلس الشورى، والآن أعضاء مجلس الشورى يعرفون ماذا يقول المجتمع، ويعرف ماذا تقول الجرائد والصحف اليومية. فأنا أعتقد أنهم ماخذين هذه الملاحظات في الحسبان. نعم. طيب احنا عندنا فاصل قصير جدا 30 ثانية ونعود وبسألك سؤال أخير. فاصل. اهلا وسهلا بكم. اليوم نتحدث عن الشورى بعد اداء القسم امام الملك وايضا كلمه الملك، ومعي الدكتور فهد بن جمعه عضو مجلس الشورى، والدكتور سلول هزاع غادرتنا. كان المفروض يكون معنا ياسر الشيخ لكن لظروف تقنيه لم يتسنى لنا ذلك. دكتور فهد، ذكرت في البدايه انه تعيينك انت غريب، كان يعني ما قد صار مجلس الشورى واحد يتعين لحاله كذا او الحاقي، او قلنا قصة التعيين وكيف متى جاك الخبر؟ والله قبل ما يعلن يعني طلبت مني السيرة الذاتية، وأنا لا أعرف لماذا طلبت مني ما أدري، لكن أنا متفائل يطلب يعني السيرة الذاتية أكيد في شيء، لكن لا أعرف. وهذا اللي كان كثير من الناس يتوقعون، إن اللي عين عضو مجلس الشورى واسطة، إن كلهم عينين بالواسطة. أنا من وضعي أعرف أن ما في واسطة، ولا أعرف ولا توقعت أي شيء ولا حاجة حتى صدر الأمر. فيعني طبعا هذه كانت مفاجأة، وكانت يعني مفاجأة يعني جميلة وتشرفني هذه المفاجأة. نعم. هو الدكتور منيف راح أمين للمجلس، نعم، بالتالي أصبح هناك شاغر. نعم. ويبدو أنه كانوا يحتاجون أحد عنده نفس السي في اللي عنده. نعم، هذا المعلن في جريدة الحياة وغيرها، معلن أن وظيفته شاغرة ولابد من يعني تعيين واحد يحل مكانه. نعم. فكانت يعني أعتقد أنها كانت فرصة. نعم. عموما نحن نبارك لك في أهلا وروتانا كلها، ألف مبروك، نتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله نشوفك في المرات المقبلة إن شاء الله. نعم. أيضا احنا وصلنا إلى نهاء قضيتنا الأولى، بعد قليل بننطلق في فقرتنا الثابتة الأسبوعية مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج بعد قليل.